اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا الكرام في اخر وقفتنا الحواريه في حلقه النهارده من هذا الصباح، واللي هنتكلم فيها بشكل كبير عن التنميه، ولكن مش التنميه الاقتصاديه، ولكن تنميه الانسان وتنميه الاجيال الجديده في مصر من خلال تربيه الحس الفني وتنميه الذوق العام والجمال عند الاجيال الجديده، خصوصا طلبه المدارس. وده مش هيتحقق إلا بعودة النشاط الفني مرة أخرى بكثافة وبشكل مركز للمدارس مرة أخرى من خلال الأنشطة الفنية المختلفة. يمكن في محاولة بالفعل بدأت في عدد كبير من المدارس في محافظات مختلفة من الجمهورية، وهي عودة المسرح المدرسي مرة أخرى في المدارس المصرية، وده حملة تبنتها عدد من الشركات والمؤسسات المعنية بدعم الفنون. بدأت هذه الحملة العام الماضي في محافظات القاهرة واسكندرية وعدد من محافظات الصعيد والدلتا، وبتستهدف تعزيز الدور الثقافي والتعليمي كأحد أهم أسلحة الدور الناعم للمسرح والفن المصري. العروض اللي بتقدم في هذه الحملة بتدور حول تاريخ مصر الأثري، بتجسيد قصص لشخصيات مصرية محورية غيرت وجه التاريخ بمصر، على رأسهم مثلا الملك خوفو والموسيقار الكبير سيد درويش وعباس ابن فرناس وغيرها، بهدف تعريف التلاميذ بعظمة التاريخ والحضارة المصرية. خلينا نتكلم أكتر عن هذه الحملة وملامحها وتأثيرها على الأجيال الجديدة وطلبة المدارس. هيكون معانا ضيفي الكريم الأستاذ أيمن فتيحة، المؤلف المسرحي ومنسق الحملة. أهلا بيك أستاذ أيمن. أهلا بحضرتك. في البداية قبل ما نتكلم عن الحملة وتفاصيلها، يهمني أعرف أهمية النشاط الفني بشكل عام، وخصوصا طبعا المسرحي والتمثيلي في المدارس. يعني معظم الفنانين بيذكروا انهم ابناء المسرح المدرسي، بدايتهم كانت من المسرح المدرسي. بالظبط. وحتى المسرح المدرسي او الفنون اللي بتقدم في المدارس، مش الهدف منها انها تخرج فنانين يعملوا في الفن فقط، ولكن الهدف منها انها تطلع انسان عنده حس فني وعنده وعي. صحيح. فيطلع دكتور فنان ومهندس فنان ومعلم فنان، ويبقى المجتمع كله هيبقى عنده الحس الفني والتذوق الفني، وسلوكيات كتير قوي ممكن تتعدل عن طريق ان احنا نقدم الفن في المدارس وللاطفال بشكل عام. ده كان بيتحقق الحقيقه زمان في المدارس من عشرات السنين، كنا بنشوف فعلا ان النشاط المسرحي والنشاط الفني بشكل عام، سواء الموسيقي او نشاط الرسم او التمثيل في المسرح، كان ليه دور وكان ليه وجود في المدارس، في كل المدارس الحقيقة بشكل كبير. بالظبط. ابتدى يتلاشى بالتدريج. أسباب اختفائه وانحساره في الفترة اللي فاتت دي حضرتك بترجعها لإيه؟ أنا شخصيا يعني بدأت التمثيل المسرحي وأنا في سنة 5 ابتدائي،
مع الوقت زاد الاهتمام يمكن أكتر بتوفير مدارس، بتوفير مقعد للتلميذ في المدرسة، تعديل المناهج. يمكن الأمور دي كلها شغلت صانع القرار في المدارس بالتحديد عن فكرة الاهتمام بالفن، وده يمكن يدي للحملة بتاعتنا قيمة إنها الفكرة بره الصندوق. يعني فكرة إن إحنا لم نعتمد على المدرسة في حد ذاتها أو وزارة التربية والتعليم في إن هي تنفذ هذه الحملة. والفكرة بدأت ببساطة من صديقي الأستاذ محمد الخولي، وهو شاب صغير السن ولكن فكره متقدم جدا، وقال لي: أيمن، إحنا عايزين نعمل مسرحية نلف بيها المدارس. تمام. فبدأنا نفكر، يعني أنا كان ليا كتابات عديدة يعني لمسرح التفت، فكتبنا مسرحية للأطفال تكون شيقة وتكون بتتكلم في موضوع عام أو موضوع مهم. وكان أول مسرحية عملناها اسمها كوكب نوتي، كانت بتهتم بثقافة الثقافة البيئية والحفاظ على المياه بشكل شيق، وفيها العناصر المبهرة للأطفال في العصر الحالي. عرضها على عدة شركات، طبعا في بادئ الأمر الشركات كانت متخوفة من الفكرة، إلى أن تحمست لها إحدى الشركات وقالت. يعني كانت الفكرة تقديم العرض ده في المدارس فقط؟ بالضبط. يعني احنا بدأنا بفكرة ان تبقى الفكرة في المدارس فقط. وبالفعل السنة اللي فاتت الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل 30 عرض في 30 مدارس. دي كانت بداية الحملة السنة دي كانت بداية الحملة. والحملة مجانية، يعني المدارس ما بتدفعش فلوس، الأطفال في المدارس ما بيدفعوش فلوس، بل بالعكس هم خارجين بياخدوا جيفت بوكس وهم خارجين من العرض. السنة دي الموضوع الحمد لله تطور. العرض بيقوم بيه طلبة المدارس ولا بيتم الاستعانة؟ لا، الاستعانة بممثلين من الهواة والمحترفين، لأن المسألة أنت بتعيد كل يوم في مكان في عدة محافظات. يعني احنا عرضنا في القاهرة واسكندرية ودمنهور وسوهاج. السنة دي الأمر الحمد لله لقى نجاح، فتطور عدد المدارس، بدل ما كان 30 مدرسة وصلنا ل 50 مدرسة. والحمد لله النجاح الأكبر إن احنا في الترم الثاني هنعمل مسرحية بقى إنتاجها كبير وضخم، ميوزيكال على مسرح ثابت، على أساس إن تبقى الإمكانيات بتاعته إمكانيات حديثة، ما تبقاش إمكانيات مسرح المدرسة، وهيبقى دخول المدارس أيضا مجانا. هنعمل 30 عرض للمدارس ان هم يدخلوا يتفرجوا على العرض المسرحي اللي هيبقى تكلفته عاليه جدا مجانا. فالفكره هنا بتحل مشكله كبيره جدا اللي هي قله المحتوى المقدم للاطفال. احنا في مصر يعني وصلنا الى ما يزيد على 100 مليون مواطن، نسبه كبيره جدا منهم اطفال، كمية المحتوى الثقافي والفني اللي بيوجه للأطفال لا يتناسب مع لا يتناسب حتى كما يعني مع هذا الكم من الأطفال. فالفكرة إن في حلول يعني بتعتمد على فكرة المسؤولية الاجتماعية للشركات. يعني الشركات بتتكسب وبتربح من منتجاتها الموجهة للأطفال أو موجهة للأسرة بشكل عام. مطلوب من الشركات أنها ترد جزء من هذه المكاسب في شكل ثقافي وفني للأطفال، وبعيد عن الفكة الإعلانية. يعني هو مش سهل جدا أنه يروح يعمل إعلان في أي وسيلة إعلامية، لكن المجهد واللي محتاج مجهود أكبر وفكر أكبر أنه هو يقدم مسرحية يلف بيها محافظات، يقعد بيها شهور شغال، ممكن أنه هو في لحظة عن طريق التليفون يعمل حملة إعلانية في إحدى القنوات. فالفكرة أن ممكن نسد العجز في المحتوى كما وكيفا من خلال المسؤوليه المجتمعيه للشركات المصريه. طيب، محاوله جميله زي دي الحقيقه لابد ليها من الاستمرار، انها تبقى مستمره، ما تبقاش مرحله وتتوقف. وعشان الاستمرار لابد ليها من عائد، لابد ان يعني يكون في عائد من وراها يضمن فكره الاستمراريه. هل بيتحقق هذا العائد، ولا فكرة ان هي بس مسؤولية اجتماعية على الشركات ان هي بتصرف على هذا الموضوع من اجل انتشاره في المدارس فقط؟ لا، ما هو بالنسبة للمنفذين ده بيبقى فيه عائد، لان الشركة الراعية بتصرف على
العرض في تاليفا واخراجا وتمثيل وديكور وانتقالات في مصاريف في مصاريف يعني الشركه المتبنيه هذا المشروع بتصرف دوت من جزء مخصص للدعايه وبس بتبقى الفكره معتمده مثلا سي مثلا قول 10% فكره دعائيه ان يعني انا بوزع هدايا على الاطفال ما يبقاش مثلا المحتوى الخاص بالعرض مسخر للمنتج لا احنا اول سنه عملنا موضوع خاص بالبيئه وبالحفاظ على المياه تاني سنه عملنا اللي هو السنه دي عملنا صندوق عجب وكنا بنتكلم عن الشخصيات المؤثره في العالم العربي والاسلامي والعالم اجمع من ومصر طبعا من خلال ان احنا خدنا نموذج لبطل ونموذج لعالم ونموذج لفنان وحطيناهم بشكل كوميدي وشكل ظريف كده الاطفال تفاعلوا معاه دوت من غير ما نقول جوه العمل ان شركه كذا هي اللي هي او منتجاتها بتعمل كذا وكذا صحيح هل في مخططات لهذه الحملة أن هي يتم الاستعانة بالأطفال في تقديم هذه العروض يتم التعاون مع المدارس بشكل أو بآخر بحيث أن يبقى مثلا كل مدرسة مخصص لها وقت معين ويتم الاستعانة بالأطفال أو طلبة المدرسة دي في تقديم هذا العرض بالظبط احنا إن شاء الله التيم الجاي عندنا حاجتين عرض ميوزيكال كبير ده اللي كلمت حضرتك فيه اللي هو هيبقى في مسرح كبير مجهز وفي إمكانيات عالية وبرضه هيبقى مجانا للمدارس وهنبدأ نعمل تجربة في عدة مدارس إن احنا نتعاون معها إن احنا ندرب الأطفال على التمثيل وعلى عروض مسرحية وهم اللي زي ما حضرتك بتقول هم اللي هيقدموا العروض يشتركوا بقى فيها يمثلوها بالظبط يعني بحيث إن احنا ما تبقاش برضه يعني إيه نبقى قدمنا الفن من خلال تلاميذ المدارس هنبدأ بشكل تجريبي التيم التاني إن شاء الله في عدد قليل من المدارس وبرضه هتبقى برعاية بعض الشركات اللي هي هتبقى يعني تدفع تكلفة لأن مش احنا عايزين المدارس ما تدفعش فلوس يعني عايز يعني عشان تبقى المسألة يعني فيه قوي يعني هو ده الهدف إن المدارس ما تتحملش تكلفة زيادة وفي نفس الوقت يتم يعني ادخال هذا النشاط وهذا النوع من الفن للطلبه ويتم استغلال طاقتهم ايضا للي عنده الموهبه وللي عنده هذه الطاقه. بالظبط عشان نستفيد بالجانبين، الجانب ان احنا بنقدم محتوى والجانب الاخر اللي هو الجانب ان احنا بنكتشف بعض المواهب او بنخلي الطفل يمارس الفنون بما له من فوائد عده يعني. صحيح. يعني محاولة جيدة بالتأكيد وحملة ناجحة إن شاء الله ومستمرة بإذن الله ونشوفها في كل مدارس مصر على مستوى الجمهورية في النهاية بشكرك شكرا جزيلا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ أيمن المؤلف المسرحي ومنسق حملة عودة مسرح المدارس بشكرك يا أستاذ أيمن شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا جدا